إذاعة منزل بوزايد RBFM توحد الوجدان الجماعي وتؤكد روابط الانتماء والتمازج بين مكونات المجتمع. نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواكبة التظاهرات والاحتفالات. تلاقح الأجيال وتقوية النسيج الاجتماعي عبر إحياء الفنون الشعبية والتراث. تابعوا برامجنا يوميا وعلى مدار الساعة على موجات راديو منزل بوزيان اف ام على الموجة 103 ميجاهرتز. RBFM الصوت صوتكم.
برامجنا في كل المجالات. جديد الأخبار المحلية وانتظارات الشارع، صوت المواطن وأحلامه، مواهب شبابنا وإبداعاته، ثقافة، فن ورياضة، سياسة، تحليل ومؤانسة. استمعوا لبرامجكم على إذاعتكم إذاعة الصوت الحر، إذاعة منزل بوزيان أف أم، من 10:30 النهار ومن 3 للـ5 على 103.5 ميجا هيرتز. عسلامة ومرحبا بعزينا المستمعين. اليوم يوم خاص، اليوم لازمنا الكل نحتفلوا به، هذاك علاش نحن في إذاعتكم إذاعة منزل بوزيان في تغطية خاصة لليوم العالمي للمرأة. اليوم باش تكون برمجة خاصة نحكو فيها على الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة مع حقوقها في المواثيق الدولية وخصوصا البروتوكول سيدا، لكن هذا مش باش يكون على حساب خاصيات المرأة الريفية والعاملة في منزل بوزيان، هذاك علاش توجهنا للمرأة في منزل بوزيان بمجموعة من الأسئلة. ونشكر الفريق الخارجي اللي قدم عمل جبار في وقت ضيق وجاب لنا هالروبرتاج. هذا اليوم خرجنا في تغطية خاصة عن اليوم العالمي للمرأة، خرجنا للشارع في منزل بوزيان حابين نسألوا مختلف آراء للنساء. تلاقينا بالأخت، اسمك عايشة، مرحبا. حابين نسألوا بعض الأسئلة. نهار 8 مارس شو يمثل لك بالنسبة لك أنت؟ يعني ما تعرفش إيش نهار هذا شو فيه؟ لا ما أعرفش. اليوم هذا هو اليوم العالمي للمرأة، نهار هذا اختارته الدول باش تحتفل به، تحتفل بالمرأة بحقوقها ومكاسبها. ما كنتش تعرف انت نهار هذا اش فيه؟ لا صراحة ما كنتش نعرف. تو هاك عرفت، تنجمش تقولنا حسب ما تفرج في التلفزة، حسب ما تسمع، حسب ما ترى المرأة تو في وقتنا تو عنديش بعض الحقوق، بعض المكاسب اللي تحققت في وقتنا تو؟ هي الحرية أكثر من قبل، وإن شاء الله نكونكم هكا وأحسن. نجم زيد نسألوك مثل المرأة تو، خلينا احنا من المرأة في العالم الكل، أما نحكو على بلادنا في منزل بوزيان، تو المرأة أختك، أختي، بنت حومتي، بنت حتى بنت منزل بوزيان، ترى أنت عندها حقوق تتمتع بها، تمارس فيها، تعيشها كم الحق ولا؟ شوي شوي. كيفاش شوي شوي؟ فما برشا حاجات مثلا ماناش متمتعين بها بالحق. كيفاش؟ مثلا خدمة مش كلها تخدم، حاجة أخرى حصل إن شاء الله للأحسن وكهو. يعني ترى إنها مثل مساوية مع الراجل، ولا ترى إنه باقين في العائلة باقين يسلطوا على في ضغوط، ولا كيفاش؟ وأنت في داركم يعني تحس خيوتك وباباك عطيك حقك ولا متميزين عليك، ولا يفرقوا بينك وبين خوك وبين معش؟ يفرقوا، فرقوا ديما ديما خويا أحسن، ديما الراجل أحسن من المرأة، ديما هيك. يعني النظرة في منزل بوزيان ما بدلتش، معناها ديما الراجل عنده تميز على المرأة هكا؟ أكيد إيه أكيد، ديما يعني الراجل متميز أكثر من المرأة، يعني ديما حقها كيكا وبرقها. فهمت. يعني تو المرأة مثلا في بلادنا ما عندهاش حق تخرج الخدمة لبرا وكل، أنت حاولتيش تخرج لبرا تخدم، صدوكش داركم؟ حاولت نمشي نخدم بعيد وما حبوش. ما حبوش؟ إيه حبوش. علاش؟ كيف انا مرا ما تمشيش تخدم بعيد، نخافوا عليها وطلعش منها. يعني راهو ناقصه هي اكيد. اي طب انا نخدم وان شاء الله ربي يسهل، هاني في الحاضره ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله ربي يسهل. بي اخت عايشه مشكوره وان شاء الله نهارك زين، ميرسي عليك. يعيشك يعيشك، مرحبا بك. اوكي معنا من جديد مع على اذاعه منزل بوزيان، معنا مواطن باش نسالوه شوي على 8 مارس شوي. يعني مرحبا بك خويا. مرحبا. السلامه خويا، بالله تنجمش تعطينا فكرة على 8 مارس شنو؟ نهارك نهارات الكل. مانيش عارف هذي. 8 مارس هو اليوم العالمي لحقوق المرأة، عندكش أي فكرة؟ لا. باهي، عندكش فكرة مثلا على المواثيق الدولية اللي موجودة على حقوق المرأة؟ لا سامحني ولا ما نعرف المواثيق اللي تحكي عليها مظلوم. باهي، أكيد مادام ما عندكش فكرة على المواثيق الدولية يعني ما عندكش فكرة على ميثاق ولا اتفاقية سيدا. لا شنو هذه سامحني ما عرفتيش. اتفاقية سيدا وهذه يعني اتفاقية على حول حقوق المرأة. سمعت بها تو. اوكي. به حسب رايك خويا، المرأة في منزل بوزيان هل عندها اخذت حقوقها ولا ما اخذتش؟ ما عندها. حسب رايك انت. ما عندها حتى حقوق. المرأة اختك، امك، انت كرجل، المرأة تشوفها يعني عندها حقوق ولا ما عندهاش؟ حسب ما شفنا ما عندهاش.
معليش باش نكذب عليك. حسب رايك ترجع يعني للمحيط الاجتماعي نتاعنا ولا شنو ترجع؟ علاش المراه ما خذتش حقوقها يعني؟ يمكن حفيت عقليه قط العقليه القديمه للتو فهمت هذا ليش. يعطيك الصحة خويا وإن شاء الله نهارك زين. ربي يعيشك إن شاء الله نهارك مزين. يعيشك. حلقتنا الخاصة اليوم العالمي للمرأة توا باش نحاوروا امرأة عاملة في منزل بوزيين. صوت راديو نتاعنا راديو منزل بوزيين باش يوصلها الصوت باش نسألوها. مرحبا صباح الخير مدام. صباح النور ومرحبا بكم. بلي باش نسألوك 8 مارس إيش يعني لك؟ 8 مارس حسب ما نعرف اللي هو اليوم العالمي للمرأة. أما ما يعني لي شيء. قول لي ليش؟ علاش 8 مارس نسمعوا به ونعرفوا اللي هي تعمل عليه تظاهرات كبيرة سواء في المؤسسات ولا في تونس. أما أشياء فعلية للمرأة ما شفنيش. يعني ترى إنه حاجة باقية تيوري براتيك مو ما ثمش هكا؟ براتيك مو ما ثمش معناها إجراءات فعلية موجودة. المرأة الكادحة لتوا، المرأة الريفية اللي ما عندهاش مورد رزق موجودة لتوا، موجودة المرأة هي المرأة كيما قبل. ثم المرأة العاملة عندها مورد رزق خاص بها اللي هي كالك سواء قرضت ولا خدمت ولا شافت الخدمة وكل. أما المرأة اللي في الدار وإلا المرأة الريفية اللي تخدم على صغارها بقت كيما قبل كيما تو. ايه هذا رايك مدام؟ نحاول نسالوك سؤال اخر. كيفاش عندك فكره على القوانين الدوليه اللي تاخذوها في بتنظيم حقوق المراه؟ والله نورمالمون ثم برشا مواثيق دوليه لكن ما عنديش عليها معرفه برشا. مثال احكي مع يعني بتلقائيه اللي حاجه تعرفها سينو ما ثم حتى مشكله. تو المراه في منزل بوزيين عندها وضع خاص. من دورك انت ترى عاد بتتمتع انها بحقوقها ولا؟ المراه في منزل بوزيين حقوقها من ناحيه ماخذة حقوقها. معناها المراه اللي تخدم معناها هي تحت طائره القانون نتاع الوظيفه اللي تخدم فيها. المرأة اللي في المنزل تخدم على صغارها يلزمها تشوف مورد رزق. مورد رزق منين؟ ما ثمش معناها ما ثمش آليات ولا أشياء موجودة لمساعدة المرأة الموجودة في الدار اللي تخدم على صغارها. يلزمها هي تشوف حل، يا تخدم في السواني، يا تخدم في الديار، يلزمها تربي نعجة، يا تخدم خدمة يدين تشوف كيفاش تقري بها ولادها. أما ما ثمش حاجة مقدمة فعليا باش لها هي كمورد رزق قار ولا اي حاجه. ما ثمش اليات واضحه، ما ثمش اليات يلزمها هي تجري 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 باش تشوف تلقي حل لروحها. سمحني مدام، حسيت كربت حقوق المراه كان بالشغل انت يعني المراه. لا شو بالضروره حقوق المراه بالشغل يا اخي؟ حقوق المراه شنو هي؟ حقوق المراه فيها حتى قبل كل شيء. يلزمها ترتاح، يلزمها ما نعرفش، يلزمها وقت اللي تحب تقري صغيرها. هي المراه شنو هي؟ المراه خاصة أم وإلا أخت وإلا ابنة وإلا في نهاية الأمر وإلا زوجة. المرأة خاصة من مشاكلها هي المصروف يلزمها مادة يشكون يصرف عليها كيك سواء أب وإلا زوج وإلا هي باش تصرف على صغارها. معناها في الأخر هي مستحقة المولد رزق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تو مطرح إنه مسألة العنف في بلادنا خاصة في منزل بوزيين موجود. والله ايش نقول لك، في الدول العربيه كلها موجود ولحد ما المراه ساهمت فيه. قولي علاش؟ خلينا نقول المراه ترضى تضرب وما تمشيش ما تشكيش علاش؟ يعني خايفه، مش خايفه. الراجل ما يهموش، يخلي داره ويخلي صغاره ويمشي عادي. المرأة تضرب وتسكت على خاطر يقول لك توا صغيري يخرج، توا صغيري معناها تتفرق العائلة، تتحمل المسؤولية بصدق. معناها تحس المرأة أكثر من الراجل، مع احترامي لكل الرجال بطبيعة الحال، مع احترامي لكل الرجال مش معناها ما عندهمش مسؤولية. أما المرأة راهي ثم ظروف فرضت عليها اللي هي تقبل العنف وتسكت. موجود العنف، موجود يا اخي، ما نقولوش ما ثمش عنف لحد الان. موجود الراجل اللي مد يديه على مرته، موجود الراجل اللي خرج مرته من الدار، موجود الراجل معناها اللي روح شاكي يبدا في وضعيه مش هي ويضرب مرته بدون سبب. موجود العنف والمراه مساهمه فيه بصمتها.
صحيح نجم تقول الحقوق الاخرى ما نروش يعني بالحق نلاحظوا انه وضعيه المراه في منزل بوزيد مش كما قبل كما تو تحسنت هي على قبل الحق ولا الى حد ما راهي المراه فعلا تو انا شفت امي وشفت جدي وشفت المراه تو المراه تخرج قبل ما كانتش تخرج تقرا في جمعيات تخدم صحيح انا عندي مثال بتاع مراه مسكينه يوما ما جبت على صغارها وشفت حبة تلقاها محل ما لقيتش حتى حل صدقني تو كونت جمعية وحدها جمعية للمرأة لحقوق المرأة فعلا موجودة في النصر موجودة جمعية في النصر لازم نعاون عليها طلع لا تو نعطيكم منها فريمون معناها من كيما يقولوه من الهم صنعت حاجة من العدم طلعت من العدم معناها على خاطر هي ما لقيتش شكون يدافع عليها قالت لك خلينا نشوفنا جمعيه باش هالنساء اللي في وضعيتي كل نحل معناها نتلموا مع بعضنا حل اي نلقوا حل جمعي هكا اما المراه تغيرت في تفكيرها تغيرت ولا تخرج ولا تخدم ولا تشوف تخدم اي حاجه باهي في المراه اللي هي ما ترفضش نوعيه العمل المهم توفر معناها ولات تحب فلوسها ولات تحب كرامتها ولات تحب حاجتها بتاعها هي ما تحبش تطلب مثلا من كيك سواء عند الزوج ولا من عند الاب كان تضحي على خاطر حياتها الخاصه وحياتها العائليه موجودين حتى ليش نحن نراعوا للمراه نراعوا حتى للمراه اللي هي متخرجه ومش تخدم اي ذي وضعية اخرى زي يعانوا منها خرجت في بوزيان برشا وبصراحه قاعدين يخدموا باش اي تهشم التاريخ صحيح تضحي تبدا حتى بدارها وبصغارها في سبيل انها باش تاخذ ال 200 تاع العمل التطوعي تخرج باش تاخذها المراه حاولت تبدلت بصدق معناها ما نقولوش رانا بقينا في نفس الاطار اللي كانت فيها الجده والعمه والام تاع قبل تبدلت المراه برشا به مشكوره مدام عطيتنا شويه من وقتك بالحق حسيناك مواكبه هكا وضعيه المراه في منزل بوزيان مشكوره صوت اذاعتنا حبي يواكب هال ما نعرفش انا اليوم العالمي هذا باش نشوفوا صدى برشا نساء في بلادنا اسكو واعيين بوضعيه المراه ولا انا نقول لك ان شاء الله نهارك زين وميرسي عايشك ويعطيكم الصحه رجعنا في المواكبة الخاصة اليوم العالمي للمرأة اليوم مع إذاعة منزل بوزيان اليوم باش نحكوا على اليوم العالمي للمرأة معنا أختنا صباح الخير مرحبا بربي تعرفش 8 مارس شنو اليوم العالمي للمرأة بحك مواكبة يعني الأحداث اليوم العالمي للمرأة عندكش علي فكرة لا عندكش فكرة مثلا على الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة لا ما نعرفش يعني انت كمرأة تعرف انه ثم يوم عالمي للمرأة لكن ما تعرفش شنو حقوقنا يعني حرية نسمع معناتها ما الحق مانيش نتبع به مدام مدموزيل سامحني عندكش فكرة على اتفاقية سيداء مثلا لا اتفاقية سيداء ومدام هي مدموزيل هي اللي ثمان ساعة خرجوا يعني والظهر وكل لكن هما قلت لهم عملوا اتفاقية سيداو باش يعملوا يضمنوا حقوق المرأة هذه يعني هاي معلومة جديدة من عندنا مدموزيل في بوزيان حسب رايك انت ثم حقوق للمرأة ولا والله المرأة قاعدة تخرج معناتها وتخدم ومثماش معناتها العكس معناتها قاعدة تعاون هي تحب تقول يعني تحسنت شوية الوضعية متاع المرأة على قبل اكيد بالنسبة لك يعني مثلا نحكو على المرأة مثلا عند اللي يخلوهاش مثلا دارهم تخرج يخلوهاش مثلا مش تخدم برا وحدها عندك شي فكرة على نشوفها عادي معناتها ماخذة حقوقها يعطيك الصحة مدموزيل ان شاء الله نهارك زين وان شاء الله غدوة تبع عايشك عايش اختي أعزائنا المستمعين رجعنا لكم بعد الروبرتاج هذا ونشكر النساء الكل اللي وقفوا لنا واللي سمعونا أصواتهم واللي أعطونا آرائهم واللي أعطونا ما يعرفوه على الاتفاقيات الدولية وعلى سيداو وكل عادة ديما معايا زميلتي سلوى في التقديم الإذاعي اليوم زميلتنا سلوى باش تعطيني التعريف لليوم العالمي للمرأة عسلامة أعزائي المستمعين مرحبا بكم اليوم كما قلت أمل
تغطية خاصة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. واليوم العالمي للمرأة هو راهو اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، وفيه يحتفلوا عالميا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة. وفي بعض الدول كيف الصين وروسيا وكوبا النساء تحصل على إجازة فيها النهار هذي. الاحتفال بهالمناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر لاتحاد النساء الديمقراطي العالمي، واللي عقد في باريس عام 1945. والمعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من منظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، رغم أن بعض الباحثين يرجعوا أنه اليوم هذايا كان على إثر بعض الإضرابات النسائية اللي صارت في الولايات المتحدة. صحيح يا سلوى، لازمنا نعطوا التاريخ اليوم هذية شو معناها اليوم المرأة العالمي، علاش كان موجود. لازمنا نعرفوا اللي هو سنة 1857 خرجت الآلاف من النساء تحتج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف الإنسانية اللي كانوا يجبروا على العمل تحتها. رغم هذية الشرطة دخلت بطريقة وحشية باش تفرقت المتظاهرات هذوما اللي كانوا في المسيرة، ونجحت في دفع المسؤولين السياسيين باش يطرحوا المشكلة المرأة العاملة في جداول الأعمال اليومية، كما أنه تم تشكيل أول نقابة نسائية للعاملات النسيج في أمريكا بعد سنتين على تلك المسيرة الاحتجاجية. وصحيح، وفي 8 مارس 1908 عادت برشا آلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك. أما المرة هذه هزوا قطاع من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترنا لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار خبز وورود. وطالبت المسيرة المرة هذه بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. وشكلت مظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة، خصوصا بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف. رفعنا شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب، وكان اسم الحركة هذيك عفوا سفرة جيستس. وتعود جذور النضالية لفترة النضال ضد العبودية، وباش تنتزع الحق الأمريكيين السود في الحرية والانعتاق في العبودية. معروفة اللي هي في أمريكا كانت فما برشا مشاكل على العبودية وألا الجنسية السوداء، واللي بدأت الاحتفال بثامن من مارس يوم المرأة الأمريكية وتخليد لخروج المتظاهرات نيويورك سنة 1909. وساهم المؤتمر باكنغهام بالدنمارك اللي استضاف مندوبات في 17 دولة، وتبنى الاقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة الاحتفال بالمرأة، واللي نحن نعرفه اللي هو يوم واحد غير كافي على الصعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة. غير أنه تخصيص اليوم الثامن من مارس كعيد العالمي للمرأة لم يتم إلا سنوات طويلة بعد ذلك، لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977. كيف أصرت المنظمة الدولية قرار يدعو دول العالم باش تعتمد اليوم هذية من السنة يختاروا الاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في تظاهرات للمطالبة بحقوقهن وتذكير الضمير العالمي بالحيف الذي ما زالت تعاني منه ملايين النساء عبر العالم. كما أن الأمم المتحدة خرجت قرارات دولية في سنة 1993 ينص على اعتبار حقوق المرأة جزء ما يتجزأش من منظمة حقوق الإنسان، بما أنها المرأة في الأصل هي إنسان، وهو ما اعتبروه الكثير من المدافعين حقوق النساء حول العالم تنقيصا من قيمة المرأة عبر تصنيفها خارج الإطار الإنسانية. نكونوا لما احنا ولا حطينا شوية في الإطار اليوم العالمي للمرأة، وكي باش نزيد نحكو برشا في الحكاية هذه ونعطوكم إحصائيات ونحكو بعد النغم هذا. نفس حريه
اسمع بكفي كل اللي صار القوة هي اللي بتوقع وقفت بوش الأفكار هالدنيا بتساع الكل وحدة الحقيقة أعلى من كل الأصوات مهما تعصف ريح الظلم يغطي الليل المسافات ما فيك تلون هالكون عبعضه في ذات اللون ما فيك تلون هالكون عبعضه في ذات اللون وتبدل نظام وتغير مجرى الهوى أنا بتنفس حريه ما تقطع عني الهوى لا تزيدك تطير علي أحسن ما نوقع سوا أنا بتنفس حريه ما تقطع عني الهوى لا تزيدك ورجعنا لكم أعزائي المستمعين ما زلتوا على موجات إذاعة منزل بوزيان وفي تغطية خاصة لليوم العالمي للمرأة. قبل النغم كنا حكينا على الظرف التاريخي اللي جا فيه الاحتفال هذايا. زي درنا النجم نقولوا أن المرأة راهي تمثل أكثر من 50% من سكان العالم ومن رغم من الإحصائيات هذه إلا أن وضعها الاجتماعي في بعض البلدان راهو مازال سيء وسيء جدا مقارنة بالرجل. صحيح في بلدان أخرى حققت بعض التقدم لكن التو ما نجموش نقولوا بأنها احتلت نفس مركز الرجل في برشا أجزاء من العالم لكن خطر كما نلاحظوا الكل أني ما زالت عديد من الممارسات اللي تمارس ضد المرأة لكن المرأة مهيش بش تركح مهيش بش تسكت بش تواصل تسعى بش تحصل على المساواة في الحقوق والفرص الاجتماعية والاقتصادية. وهذيك علاش اليوم 8 مارس صار مناسبة عالمية باش نناقشوا فيه ونستعرضوا فيه إنجازات المرأة هذية والطموحات المستقبلية متاعها من أجل المزيد باش نقدموا بالمرأة باش نقدموا بالاحتفالات بسيدات هذية اللي ناضلوا باش يدافعوا على حقوق المرأة وتنتهز الكثير من النشاطات والقيادات والحركات اللي تكون هي مترأستها نساء وبالمناسبة الاحتفالية هذية اللي فيه باش يصير تقييم لحصيلة الحركة النسوية وحول مواطن الإنجاز والإخفاق مع تركيز على بعض الظواهر الاجتماعية باعتبارها الخطر على بناء الأسرة. المرأة هي ركيزة الأسرة هي أساس الأسرة هذاك علاش اللي نحن اليوم لازمنا نعطوها حقها لازمها خطر هذه راهو حقها راني منش باقين نصدق عليها ولا منش باقين نعطي فيها هذه حاجة مش بلاصتها راهو حقها. وهذه اليوم العالمي للمرأة 8 مارس هو يوم لازمنا الكل نوقفوا له وقفة نشوفوا فيه شنية عملنا وشنو لازمنا نعمله في المستقبل. أكيد أكيد جدا إن حققنا برشا إنجازات ونحن نحكو على منزل بوزيان ولو ما كناش حققنا إنجازات يا أمل ما نكونوش أنا وياك اليوم لهنا في الإذاعة ونعملوا في تغطية خاصة لليوم العالمي للمرأة. أكيد عنا حقوق خذيناها وعنا حقوق ما زلنا نطالبوا بها
المرأة راهي هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي الحبيبة، هي الزوجة. المرأة هي منكم وليكم، علاش خلينا الكل نحتفلوا بالنهار هذية نساء ورجالا أطفالا وشيوخا. وإن شاء الله اليوم أكيد مادام نحكوا على اليوم العالمي للمرأة يلزمنا نحكوا على المواثيق الدولية اللي تدعم حقوق المرأة، وسيرتو نحكوا على اتفاقية سيداو، وأكيد هذا الكل باش نحكوا فيه بعد على الومضة الصغيرة هذي. راديو منزل وزيانة اف ام، راديو المواهب والتراث، راديو الموسيقى والغناء، راديو الكبار والصغار على الذبابة 103.5 ميجا هرت. تابعونا على رمبي اف ام. عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، رجعنا لكم على موجاتكم، موجات إذاعة منزل بوزيان 103.5. اليوم كيف ما قلنا لكم في الأول اللي هو تغطية خاصة لليوم العالمي للمرأة، اليوم باش نحكو على المرأة في المواثيق الدولية، المرأة بين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والواقع اللي بقي تعيش فيه، وهذايا اللي باش نحكو فيه. وأكيد المواثيق هذه مرت برشا مراحل، وأكيد سيداو كانت نتاج تعب ونشاط كبير للمنظمات هذه. صحيح أمل، اتفاقية سيداو هي راهي نتاج 30 عام من جهود متواصلة قام بها مركز المرأة في الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ونشر ثقافة حقوقها. بداية سيداو كانت عام 1967، وقت اللي التحقت، وقت اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. وفي عام 1972 استطلعت لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة رأي الدول الأعضاء حول شكل ومضمون اتفاقية دولية بشأن حقوق المرأة. بدت المخططات الدولية هذه المتعلقة بالمرأة في ظل منظمة الأمم المتحدة مع تأسيسها في 24 أكتوبر 1945. في عام 1949 عقدت أول مؤتمرات العالمية اللي جات باش تدعو لدعم التمييز بين الناس، عدم التمييز بين الناس جميعا، مش فقط بين النساء والرجال، زاد بين العبيد والأحرار. فكرة المؤتمر تقوم على إثبات حق الناس في التساوي في الكرامة والحقوق وغيرها. وبعد هذه بدأت تصدر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، وهذاك علاش كانت أول مرأة خصت فيها الأمم المتحدة المرأة عام 1967، وقت لأصدرت إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اللي ما كانش إلزامي. هيك علاش ما حصلش تجاوب من قبل معظم الدول خصوصا دول العالم النامي. الشيء اللي دعا الأمم المتحدة باش تعتمد عام 1975 سنة دولية للمرأة في 28 سبتمبر من عام 1972 تحت شعار مساواة تنمية سلام. وكما أن الأمم المتحدة أقرت 8 مارس يوما سنويا عالميا للمرأة. بعد ذلك عقد في العام نفسه المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975، وكان من أبرز إنجازاته المؤتمر هذية اعتماد خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول والمنظمات إلى الهيئة الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان مزيد من إدماج المرأة في مختلف مرافق الحياة. وأطلق المؤتمر على سنوات الواقعة بين 1976 و1985 اسم عقد الأمم المتحدة للمرأة، يقينا منه أنه هالعقد قد يكون فترة زمنية كافية لتحقيق الأهداف ولتنفيذ الخطط الموضوعة لها في المجال العملي والتطبيقي. وحرصا من المؤتمر على ضمان سير خطة عمل مجراها الصحيح، شافت اللجنة المتابعة أنه يصير العقد المؤتمر العالمي آخر في منتصف العقد. وبالفعل عقد هذا المؤتمر في مدينة كوبنهاغن الدنمارك بين 14 و30 جويلية من عام 1980 تحت شعار عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية المساواة والتنمية والسلام. والشيء اللي يلزمنا نذكروه وما يلزمناش ان
نتجهلوه، اللي من بين مؤتمري مكسيكو وكوبنهاغن عقدت مؤتمرات برشا، ولعل أهمها واللي يعنينا بالذات هو المؤتمرات والاتفاقيات. هي اتفاقية اللي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 تحت اسم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو، والسيداو هو رو اختصار الاسم الاتفاقية، وهو Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، وتعني اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وبعد هذيك استمرت اللقاءات والمؤتمرات باش تتبع المخطط المدروس في المؤتمرات السابقة، وكان من بينها مؤتمر نيروبي كينيا عام 1985 اللي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية بعد ما مرت 10 سنوات على وضعها قيد التنفيذ، ودراسة العقبات والمعوقات اللي حالت دون تنفيذها كاملة في جميع بلدان العالم، ومنها أيضا مؤتمر السكان والتنمية اللي تعقد في القاهرة سنة 1994. وهذا زاد لازمنا نشيره اللي هي رانا ما نجمو نعملو حاجة كان كيف نعملو وقفة الساعة نقرو فيها شنو عملنا وشنو ما زلنا ما عملناش. ومؤتمر بكين اللي تعقد عام 1995، ثم أخيرا مؤتمر بكين الخامس اللي عقد في نيويورك في صيف 2000، واللي خصص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة على مؤتمر بكين حول المرأة سنة 1995 في السنوات الخمس الماضية وتخصيص للسنوات الخمس المقبلة، وهذيك تحت شعار المرأة المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين. وأكيد كل مؤتمر تخرج منه توصيات، ومن أهم التوصيات وأبرزها اللي صدت عن مؤتمر بكين 5 هو العمل على رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على المصادقة نهائيا عليها، وهذه في أفق سنة 2005. ولهنا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودخلت اتفاقية هذه في حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981، واتفاقية هذه اللي تتضمن 30 مادة قانونية ملزمة لدول الأطراف، فراهي تتضمن ولا تحدد اعتماد تدابير ومبادئ معترف بها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل مكان، وجاء اعتمادها تتويج المشاورات أجرتها طوال فترة 5 أعوام اللجنة المعنية بحالة المرأة ومجموعة من الخبراء والمتخصصين القانونيين، وتدعو الاتفاقية إلى المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بغض النظر على حالتها الزوجية في جميع الميادين السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والمدنية. وزاد الاتفاقية هذه تدعو الدول الأطراف إلى إصدار تشريعات داخلية تنطوي على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كافة المجالات، وتنقية تشريعاتها المختلفة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية. وللذكر يلزمنا نقولوا أن غالبية الدول العربية والإسلامية انضمت للاتفاقية هذه، كيف ما الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، تونس، ليبيا، مصر، اليمن، أندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، تركيا وماليزيا. وزاد فما بعض الدول تحفظت على بعض البنود الاتفاقية هذه، والدول هذوما هي قطر. أكيد مازلنا ما تخنيش بالكدا في اتفاقية سيداو، وأكيد باش نعطوكم نبذة على الاتفاقية هذه وعلى محتوياتها، باش نحاولوا نمدوكم شنية الحوايج اللي تحافظت عليها بعض الدول، شنية الحقوق اللي دعمتها الاتفاقية هذه. لكن هذه باش يكون بعدها النغم، نسمع هالنغم ثم نعود. شيت صورك عالمزارع من كتينا وعمل كتينا، والخمارة جنب المصانع
السجن مطرح الجنين، الخمارة جنب المصانع، السجن مطرح الجنين، ويطلي كلابك في الشوارع، اقفل زنازينك علينا، يطلي كلابك في الشوارع، ويقفل زنازينك علينا، ويقلي نومنا في المضاجع، هات احنا نمنا مشتاقين، ويقلي نومنا في المضاجع، هات احنا نمنا مشتاقين، ويسأل علينا في المواجع. رجعنا لكم أعزائنا المستمعين في تغطيتنا الخاصة باليوم العالمي للمرأة، وكنا قبل النغم كنا نحكو على اتفاقية سيداو، وأكيد توا باش نحكو على المحتوى متاع الاتفاقية هذه. اتفاقية سيداو راهي تتعد من أكثر الاتفاقيات عضوية في تاريخ الأمم المتحدة، ويبلغ عدد الدول اللي انضمت الاتفاقية هذه 191 دولة، منها 18 دولة عربية. في الوقت اللي رفضت بعض الدول كيفما سويسرا وأمريكا التوقيع عليها، وعلت أن بعض بنودها تتعارض مع دستور البلاد. العراق صادقت على اتفاقية سيداو عام 1986، ونشرتها في الرائد الرسمي عام 1992، وتحافظت على أربع مواد، هي المادة 2 اللي تتعلق بحظر التمييز في الدسادير والتشريعات، والمادة 9 المتعلقة بحظر التمييز في قوانين الجنسية كعدم إجبار الزوجة تغيير جنسيتها عند الزواج من أجنبي، وحق المرأة منح جنسيتها لأولادها أسوة بالرجل، والمادة 16 المتعلقة باتخاذ تدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور الخاصة بالزواج والعلاقات العائلية، المادة 29 المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حالة نشوب خلاف حول تفصيل الاتفاقية أو تطبيقها. اتفاقية سيداو ربما تكون من أكثر الاتفاقيات اللي باقية تثير في الجدل، وكتب عنها
وضدها الكثير، وثم جبهة معارضة لها أو للبعض من بنودها يفيد المعارضون أنه الاتفاقية سيداو تصطدم مع ثوابت المجتمعات الشرقية الإسلامية الشرعية. هذه أكيد رو رايهم هما، وأكيد هما يتصوروا الناس هذه المعارضة تتصور أن سيداو ما هي إلا فرض الأنماط الحياة الغربية على المجتمعات، سيرتو في الشيء اللي يتعلق بقضايا المرأة وحريتها ومساواتها المطلقة مع الرجل. وإحنا رانا حبينا نعطوا هالرأي هذا، وحبونا أن نحط الموقف هذا، خطرنا هو موقف سلبي جدا ويلزمنا نحطوه ونحكو عليه. خطر السلبي مش أن احنا نغطوه يا أمل وما نقولوش خطر هو يعارض معنا، لا، نجيبوه نقولوه وما نقوله هو موقف سلبي. لازمنا ديما نحكو على الرأي والرأي المخالف باش نعرفو باش وينو مكمن الداء باش نجمو نتناقشو فيه ونجمو نلقو الحلول. زاد العباد تفهم شنية الخلفيات اللي خلت بعض الدول تتحفظ على بعض البنود. معناتها كيجي واحد يقول لك والله راهو احنا معترضين، خاصه سيرتو في الشيء اللي يتعلق بقضايا المراه وحريتها ومساواتها المطلقه مع الرجل، انا نشوفه موقف سلبي وسلبي جدا. خاطرش اتفاقيه سيداو راهي جات باش تقضي على اشكال التمييز ضد المراه، وهي راهي يعني اتفاقيه مهمه جدا، معناها اتفاقيه وانا نشوفها اتفاقيه نجم تعمل نقله نوعيه في مجال حقوق المراه. المعاهدة هذه معاهدة سيداو هي معاهدة دولية كيف ما قلنا في الأول، اعتمدوها 18 ديسمبر 1979 من قبل جمعية العامة للأمم المتحدة، وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34-180 في 18 ديسمبر 1979، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981 بعد ما أصبحت 20 دولة معناتها داخلة فيها الوثيقة هذه. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة اللي ما صادقتش على الاتفاقية، وأضافت 8 دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس، من بينها إيران ودولة الفاتيكان والسودان والصومال وتونغا. وكانت السويد هي أول دولة توقع على الاتفاقية، وهذه كان في 2 جويلية 1980 باش يدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981، وبتوقيع 20 دولة أخرى على الاتفاقية. وبحلول ماي 2009 صادقت وانضمت الاتفاقية 189 دولة، وكانت دولة قطر هي الدولة 186 في 19 أفريل 2009. بعض الحكومات اللي بعض حكومات الدول اللي انضمت أو صادقت على الاتفاقية قدمت بعض التحفظات على ما ورد فيها، والاتفاقية هذه راي فيها 30 مادة كما قلنا، تتصدرها ديباجة من ضمن الأحكام التالية. والديباجة هذه ضمنت الإشارة إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، الاتفاقيات الدولية المعقودة لرعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، واللي تأكد جميعها على المساواة بين الرجل والمرأة وعلى مبدأ عدم التمييز بيناتهم على أساس الجنس. كما أشارت الديباجة إلى اقتناع الدول الأطراف في الاتفاقية بأن التنمية الكاملة تتطلب أقصى مشاركة من المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وأن تحقيق هذه المساواة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل والمرأة في المجتمع والأسرة. أكيد مدنا نحكو على اتفاقية سيداو، أكيد يا أمل لازمنا نحكو على نعرفوا مصطلح التمييز ضد المرأة، وهذا جاء في الاتفاقية في المادة الأولى. المادة الأولى ضمنت تعريف مصطلح التمييز ضد المرأة اللي هو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره النيل من مساواة الرجل والمرأة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهالحقوق والممارسات هذه بغض النظر عن حالتها الزوجية. وأكيد يا سلوى في كل اتفاقية فما التزامات، لازم الدول اللي تصحح على الاتفاقية هذه لازم عندها مجموعة من الالتزامات موجودة في الاتفاقية اللي تنتظم عليها جميع الأطراف. والاتفاقية هذه تتضمن المادة 2 اللي هو يلتزم فيها
المصحح هذية ولا اللي وافق على الاتفاقية هذية باش التزم بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتير الدول الأطراف وقوانينها الوطنية وكفالة تحقيق هذا المبدأ على صعيد الواقع العالمي. أكيد هي اسمها اتفاقية سيداو وهي اسمها هي اتفاقية تمنع كل تمييز ما بين الرجل والمرأة. دونك أكيد كل بنودها وكل المواد انتاحة كيفيه معتك شو نجم نقولها يعني تحاول انها تدعم هذية العدم التمييز وتحاول انها تخلي المرأة تحصل على كامل حقوقها وتكون مساوية في الحقوق للرجل. خاطر احنا مش مشكلتنا في المساواة في الواجبات, خاطر واجباتنا الكل نعرفوها, لكن المساواة في الحقوق هذيك اللي لازمها على اساسها ضمنت الاتفاقية هذه واللي شكلت بموجب المادة 18 من اتفاقية لجنة اسمها لجنة سيداو منبثقة من مركز المرأة في الأمم المتحدة. مهمتها مراقبة التزام الدول المصادقة على سيداو, وتستلم هذه اللجنة تقارير دولية من دول الأطراف على مستوى الرسمي والحكومي وغير الحكومي من منظمات المجتمع المدني, يطلق عليها تقارير الظل, تحتوي على معلومات عن البلدان الموقعة على الاتفاقية ومدى التزامها بالاتفاقية هذه, وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير وسن التشريعات بما يتماشى مع ما ورد بالاتفاقية من مواد. معناها اللي باش يعمل الدستور لازم ساعة يثبت في الاتفاقيات الدولية اللي باقي وقع عليها. وكما يبدو فإنه الاتفاقية سيداو أصبحت للدول التي وقعت عليها أمرا ملزما, وثم جدول في البعض من الدول بشأن مكانة الاتفاقيات الدولية داخل التشريع الوطني ومدى التزام القضاء بالاعتراف بهذه الاتفاقيات, خاصة في الحالات اللي لا توجد نصوص واضحة تقضي بسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والنشرة في صفحتها الرسمية. هذه اللي زاد يحيلنا لازمنا نوه ولازمنا نأكدوا اللي هي راهي الاتفاقيات الدولية لازمها ما تتعارضش مع العكس الدساتير متاعنا, ما لازمهاش تتعارض مع المواثيق الدولية اللي صححنا عليها. وإن شاء الله باش نرجعوا لكم باش نحكوا على المواد الأحكام الختامية والتوقيع والتصادق واللي تحفظوا عليها زيادة اللي وقعوا الاتفاقية هذه. لازمنا نحكوا علاش البلدان هذه ما وقعتش وشنية الأسباب ونحكوا فيها شوية بعد هذه المنظرة. إذاعة منزل بوزايف RMBFM توحد الوجدان الجماعي وتؤكد روابط الانتماء والتمازج بين مكونات المجتمع. نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواكبة التظاهرات والاحتفالات. تلاقح الأجيال وتقوية النسيج الاجتماعي عبر أحياء الفنون الشعبية والتراث. تابعوا برامجنا يوميا وعلى مدار الساعة على موجات راديو منزل بوزيان اف ام على الموجة 103 ميجاهرتز. RMBFM الصوت صوتكم. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين, مازلتم معنا في تغطية خاصة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. حكينا في الأول على السيدة, ولازمنا زادة نحكو على الأحكام والختامية والتوقيع والتصديق والتحفظ. إيش معناها؟ ثم دول وقعت مباشرة من غير حتى اعتراض, أو ثم دول صادقت لكنها تحفظت على بعض البنود اللي تعارضت على مع بعض التشريعات ولا بعض الدساتير ولا بعض القوانين. وكالعادة أصدقائنا المستمعين, نحن في إذاعة منزل بوزيان الكلنا حابين نشاركوا في التظاهرة هذه, حابين نشاركوا في التغطية الخاصة لليوم العالمي للمرأة. ذيك علاش نستقبلوا بحثنا زميلتي كوثر اللي باش زادة تشارك معنا وتفسر لكم شنية الأحكام هذه وعليش الناس تحفظت عليها. عسلامة أمل, عسلامة مستمعين الكرام, مرحبا بكم في البرنامج تغطية خاصة لليوم المرأة.
تضمنت المواد 25 26 27 احكام تتعلق بتوقيع الاتفاقيه والتصديق عليها والانضمام لها وسريانها وتعديلها، وتجيز الاتفاقيات هذه التحفظات، لانه الماده 28 تنص انها على انه يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات اللي تبديها الدول وقت التصديق والانضمام، ويجوز حسب هذه التحفظات، لكن يجوز أبدا أي تحفظ يكون منافي لموضوع الاتفاقية وغرضها. صحيحة. كيف التحفظات هذه معناتها الناس ولا الدول اللي تتحفظ عليها عندها الحق، لكن ما عندهاش الحق اللي هي ما تتعارض ولا تنافي موضوع الاتفاقية في حد ذاتها. ذيك عليه زدعنا المادة 29 من الاتفاقية بأنه الخلاف نشأ بين الدول الأطراف فيما يخص في تفسيرها ولا تطبيقها تم تسويته من طريق الأحكام والمحكمة العدل الدولية. إيش معناه؟ أي خلاف يصير بين في معناتها بين الدول هذه ولا الدول اللي شاركت في التطبيق لازمها تمشي للمحكمة الدولية وتحل التسوية هذه وتجيز المادة المذكورة التحفظ على حكم هذه المادة. كما رفضت بعض الدول كما سويسرا وامريكا التوقيع عليها لأن بعض بنودها تتعارض مع دساتيرها الجمهورية، وزيدة ثم زيدة بعض الدول العربية اللي زيدة تحفظت على بعض البنود هذية. وهذه عزيزينا المستمعين باش نفسره لكم إن شاء الله مع زميلتي كوثر بعد هذا النغم. كبي الفولارة يا البيا، كبي الفولارة يا البيا، كبي الفولارة عالغالي خرج منها دارة يا البيا. كان عندي منين يا البيا، كان عندي منين يا لله، كان عندي منين للفما إكمال يولي. حالياك وجبينك يا لله، حالياك وجبينك.
عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من جديد على إذاعتكم إذاعة منزل بوزينة اف ام. مازلنا متواصلين في تغطية خاصة لليوم العالمي للمرأة. توا باش نحكوا على معظم الاتفاقيات اللي تحافظت عليها بعض الدول العربية على خاطر ظروف اجتماعية واقتصادية، باش تحكينا عليها زميلتي أمل. صحيح كوثر، معظم الدول العربية تحافظت على مواد من الاتفاقية وهي مواد أساسية ومحورية، وهما ستة بالأخص اللي هي المادة 5 والمادة 9 والمادة 10 والمادة 11 والمادة 15 والمادة 16. لكن للذكر لازم أمل كنت نجد تعطينا بالضبط تونس شنو المواد اللي تحافظت عليهم تونس بالتحديد. أي المواد اللي تحافظت عليهم الدولة التونسية هي المادة 9 اللي تتعلق بقوانين الجنسية، والمادة 15 اللي هي تكون المساواة المرأة والرجل أمام القانون. ولازمنا زيادة نوه راهي معاهدة سيدا، وهي مجهود بشري للمساواة بين المرأة والرجل، أخذة بالاعتبار الفرق الطبيعي بين المرأة والرجل. لكن الجهد البشري هذا بطبيعته هو جهد ناقص، معناتها لازمنا نزيدوا نطوروه ونزيدوا المرأة لازمنا الحقوق متاعها لازمها تزيد تدعم، ولازمها تكون زادة النظرة زادة مستقبلية للأجيال المستقبل. أمل حتى نتصور إني حتى قبل معاهدة السيدة وأنه الشريعة الإسلامية كذلك هي أعطت حقوق بعض الحقوق للمرأة التونسية والعربية خاصة. صحيحة، أغلبية التشريعات الدينية الإسلامية متاعنا راهي لا تتعارض مع حقوق المرأة، وهي بالأصل هي كانت تدعم الحقوق هذه. عزيزينا المستمعين، نحن مازلنا معكم في تغطية خاصة لليوم العالمي للمرأة، ولازمنا زادة كالعادة لازمنا ما ننسوش تونس شنو باش تعمل في اليوم هذية وهذية بعد الومضة. واكبوا برامجنا في كل المجالات، جديد الأخبار المحلية وانتظارات الشارع، صوت المواطن وأحلامه، مواهب شبابنا وإبداعاته، ثقافة، فن ورياضة، سياسة، تحليل ومؤانسة. استمعوا لبرامجكم على إذاعتكم إذاعة الصوت الحر، إذاعة منزل بوزين اف ام، من 10 نصف النهار ومن 3 إلى 5 على 103.5 ميجاهرتز. رجعنا لكم أعزائنا المستمعين. لازمنا نذكروكم ونشكروا برشا النساء اللي قابلناهم في الشارع واللي سألناهم واللي احتضنونا، واللي من خلالهم نحن اليوم لازمنا نوقفوا ولازمنا نحتفلوا بالنهار هذية. من خلالهم هما نحن عنا في منزل بوزيان عنا مرأة ريفية قوية، مرأة ريفية لازمها تتقوى زادة بالحقوق متاعها، لازم تعرف اللي هو اليوم هذية راه مخصص لها هي، اللي هي المرأة في منزل بوزيان هي مرأة مناضلة بالأساس، راهي مرأة مناضلة. اليوم تونس كما كل عام تحتفل باليوم هذية. يا كوثر، شنو باش تعمل لنا اليوم تونس؟ اليوم تونس عندها برشة تظاهرات ثقافية. باش نبدو بالمندوبية الجهوية للثقافة في تونس اللي تحتفل كذلك باليوم العالمي للمرأة تحت شعار هن يبدعن. تنظم المندوبية الجهوية للثقافة في ولاية تونس مجموعة من التظاهرات الثقافية احتفالا بالمرأة في عيدها العالمي اللي يوافق 8 مارس من كل عام، وطيلت الفترة الممتدة هذه بين 1 و28 مارس 2014. كذلك معارض اتجاه نتاعها بالاساس فني متنوع كما فسيفساء النساء للفنانة التشكيلية حنان دربال من 1 حتى 7 مارس في دار الثقافة ابن رشيق. كذلك معرض صور وثائقية لجمعية بشيرة بن مراد ايام 8 و9 و10 مارس، ومعرض النساء للفنان التشكيلي محمد القماتي من 11 23 مارس في نفس الدار. كذلك الفنانة حنان دربال باش تعرض
أعمالها في دار الثقافة ابن خلدون. أما دار الثقافة العاشورية تحتضن جهتها معرض المرأة التونسية الأولى اللي قدم صور لأول كل مرأة تونسية في مختلف الميادين كما الشعر والمسرح والأدب، مع تعريف مختصر ليهم كما باش يقع استدعاء البعض باش يتحدثوا على تجارب امتاحهم. المركز الثقافي بالوردية يقترح من جهته معرض للحرف التقليدية من انتاج نادي الحرف كما قلنا ينهار 8 مارس. دار الثقافة بالكرم الشرقي تحتضن معرض للانتاجات النسائية في الرسم والخزف ولنادي الرسم كذلك حتى 9 مارس. عندنا كذلك في دار الثقافة ببردو تقدم عرض مسرحي موسيقي شعر بعنوان أكبر من أن تراني للشاعرة صالحة إجلاسي مع الساعة 4:30. في المركز الثقافي بالوردية يسلط الضوء على مأثر الأميرة عزيزة عثمان في عرض فيلم وثائقي يتناول فيه حياتها نهار السبت 2014. صحيح كوثر، هذا ما يدل، هذا كيف يدل؟ باش يدل كان على اللي هي المرأة راهي نشاطاتها برشا واللي هي معناتها بصمتها في التاريخ راهي طويلة برشا، مش اليوم ولا أمس، راهي هي بصمتها في كل وقت. كيعطينا احنا كيعطيناكم الانشطة هذه اللي باش تقوم بها تونس، مش معناها انه باش ينجم يمشوا لها ويتنقلوها من تونس من بوزيان عفوا لتونس، لكن فقط باش يبينوا احتفال تونس باليوم العالمي هذايا. وأعزائنا المستمعين هكا نتسمى وصلنا، وان شاء الله بركة وفينا حق المرأة بالأخص المرأة في منزل بوزيان اللي هي أمنا اللي هي أختنا اللي هي كل شيء في حياتنا. المرأة الريفية اللي هي مبدعة، المرأة الريفية اللي هي مناضلة، وإن شاء الله في اليوم العالمي للمرأة نكونوا الناس الكل وفينا حق أمتنا ونكون الناس الكل. تحية تحية كبيرة لكل أم تناضل باش توصل صغارها باش تقري صغارها، وإن شاء الله اليوم هذية تكونوا الناس الكل يد واحدة، خطر من غير امرأة ما نخلطوا نعملوا حد شيء، من غير ما ندعموا حقوق المرأة ما نخلطوا نفهموا حد شيء. هذاك علاش عزيزينا المستمعين نحن في التغطية هذية كنا أوفياء للمرأة، وإن شاء الله ديما نبقوا أوفياء للمرأة. وكيما تونس العاصمة تحتفل بالمرأة، نحن في منزل بوزيان عنا مرأة ياسر، مرأة جبارة، مرأة خدامة، مرأة مبدعة. هذيك علاش إن شاء الله نكون وفيناها بعض من حقوقها. أعزائنا المستمعين، حبيت نقول كلمة زميلتي أمل، أنه المرأة المناضلة مش فقط المرأة المثقفة واللي تقرأ واللي تخدم واللي شد الكريسي، المرأة المناضلة هي كذلك اللي تسعى باش توفر رزق لصغارها واللي كذلك تعاون في رجلها في الدار، هذه كذلك تسمى مرأة مناضلة. أعزائنا المستمعين إلى اللقاء إن شاء الله في مواعيد أخرى في تغطية خاصة أخرى، وإن شاء الله نستبقيكم على خير. النساء 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 الله يعيش النساء 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 الله يعيش النساء. إذا تحب تعيش مرتاح، إذا تحب تعيش مرتاح، قولي عيش النساء، الله يعيش النساء، 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 الله يعيش النساء. تبعهم ولا تهبل من اللي برا يعدي وجمل، تبعهم ولا تهبل ويقولوا لك هذا عسل، ويقولوا لك هذا عسل، تلقاه بحنة ريسة، الله يعيش النساء، 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 الله يعيش النساء. إذا تحب تعيش
منهم ما دشف الناس من عكس تكسير الراس ما فات فيها غلطة هو لا حاكم النمسا الله يعيش النساء 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 الله يعيش النساء إذا تحب العيش مرتاح قولي عيش النساء الله يعيش النساء النساء الله يعيش. في قلوبنا رحمة برنامج اجتماعي يهدف لرصد كل مشاغل واهتمامات أطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة. في قلوبنا رحمة يجيكم شهادات حية من مختلف جمعياتنا ومربينا مع أمال كل نهار سبت على موجات إذاعة منزل بوزيان FM. عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مستمعين إذاعة منزل بوزيان FM، رحبوا بكم وين ما كنتم. في برنامجنا في قلوبنا رحمة اليوم معاكم في حلقة جديدة. كما حكينا قبل برنامجنا برنامج اجتماعي يهتم مشاكل أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عنده طابع توجيهي نصائحي موجه للأباء درجة خاصة. نحاولوا قدموا بعض الإرشادات اللي تعاون الأولياء على تربية وفهم هذا الطفل المعاق. قبل ما نبدو في حصتنا خلينا نسمعوا هالنغم وبعد نرجع. رضا والله وراضيناك دلع حتى ودلعناك كافي لا تزودها لو ندري ما زعلناك. رضا والله وراضيناك دلع حتى ودلعناك كافي لا تزودها لو ندري ما زعلنا. يعني وش تجي منا أكتر يمتعبنا أكتر تسامحنا مهما يا ما سامحنا. يعني وش تجي منا أكتر يمتعبنا أكتر تسامحنا مهما يا ما سامحنا.
سامحنا سامحنا شوف أن لديك طفل معاق. هذا عنوان حصتنا اليوم. باش نحكو كيفاش زوج وزوجة يعرفوا إنهم طفل اللي عندهم يشكو من بعض الإعاقة أو غير عادي. ثم برشا حالات اللي يكونوا فيها الوالدين يفيقوا مؤخرا ولا يعني بعد وقت نجم نقولوا انه وقت متأخر بالنسبة للطب والمرضين كي يكتشفوا الحالة هذه. لذلك احنا باش نحاولوا نعطيكم بعض النصائح اللي باش تخلي الام نقولوا احنا تراقبوا ولدها، تلاحظوا في حالات مرحلة الطفولة نتاعو الاولى باش تنجم تفيق بها الإعاقة ونجموا نعالجوها في وقت سريع وقريب. تعد مهمة الاكتشاف المبكر للطفل المعوق عقليا من المهام الصعبة اللي تؤثر تأثير مباشر في حجم وكيفية الخدمات اللي تقدم لهذا الفئة من الأطفال. في الحقيقة اللي يعرفها المختصون من الأطباء والممرضين إن المؤهلات غالبا ما لا يعرفون العلامات المميزة للطفل المعوق عقليا حديث الولادة، ويترتب على ذلك أن يظل الطفل على ما هو عليه من إعاقة فترة طويلة قد تمتد حتى دخول المدرسة وبدأ تعرضه لصعوبات التعليم. وهنا تكون قد وصلنا إلى مرحلة متأخرة من التدخل وتكون الجهود المختلفة أقل فاعلية، بالإضافة إلى ضياع الكثير من الفرص على الطفل، وهي فرص كان يمكن أن تكون مؤثرة في تقدمه وقدرته على التعليم الاجتماعي والاستقلال الشخصي. وهنا ما ننسوش باش نذكركم معنى الإعاقة العقلية اللي يعاني منها مجمل أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن اعتبار الإعاقة العقلية أو التخلف العقلي كما يعرف اصطلاحا أن الطفل أقل ذكاء عن متوسط ذكاء المجتمع بقدر جوهري، بالإضافة إلى وجود آفات في سلوكه التوافقي. وهذا الإعاقة تكون
في بعض الأحيان سبب حرج للوالدي، وهو ما يجعل صعوبة أقلمه مع أفراده وأقرانه أمر صعب. لكن نجم نكتشف هذا مبكر، وهنا تكون سهولة التعامل معه بموضوعية، ونجم نتفطنه إلى أخطاه ونجم نداوه. إذن ضرورة اكتشاف المبكر للإعاقة. إن الخطوة الأولى لاكتشاف احتمال إنجاب طفل متخلف عقليا تبدأ قبل الزواج. هذه حالات في بعض الأحيان نجدوها في منزل البوزيين يستهينوا بها المتزوجين، مثل الفحوص الطبية، سيرتو لك المتزوجين أقارب، يعني وقت اللي يطلبوا عليهم فحص طبي ولا شهادة طبية ما يعطوهاش بعين الاعتبار. وفي حقيقة الأمر هذه مهمة مهمة جدا. نجم نقولوا إنها تبدأ بالضرورة بقيمة الشباب المقبلين على الزواج بمجموعة من الفحوصات الطبية اللي توضح احتمال إنجاب طفل معاق عقليا. ويجب على الأم أن تلاحظ أن هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تؤدي إلى إنجاب طفل متخلف عقليا، منها إصابة الأم بالحصبة الألمانية. هذا النوع في الحقيقة هو نادر لكن موجود أثناء الحمل خاصة، أو تعرض الطفل أثناء الولادة إلى الاختناق ونقص الأكسجين، وهذا يصير في حالات الولادة المتعسرة اللي نجدوه في بعض الولادات الموجودة عنا، أو استخدام الجفت في إخراج الطفل من الرحم أو إصابته في رأسه. هذه النوع من الإصابات تؤدي بالطفل إلى إعاقة، ذلك نتيجة تعرضه لصعوبة في الولادة. وعند حدوث أي من هذه الأسباب فمن الضرورة استشارة الطبيب المختص حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات. كما ذكرنا هذه من الحاجات اللي نجم تفيق بها الأم عند ولادة طفلها، تنجم تكون مراقبة لي تراقب تصرفاته وحركاته، وهذا ما يساعدنا على اكتشاف الإعاقة بشكل مبكر. من الأعراض الإعاقة نجم نحكو في هذا العنصر إن مراحل الارتقاء التي يمر بها الإنسان تتقدم وفق نظام معين، والتأخر في الارتقاء وفق هذا النظام أو البرنامج الزمني يعني أن هناك تخلف، وغالبا ما يكون تخلف عقلي. من تلك نذكر أن الطفل الذي لا يبكي ولا يميل على جانبه، والذي تعتقد أمه أنه طفل لا يثير المشاغل أو يعطلها عن عملها، أي قليل المشاكل والبكاء والصراخ، وأنه مثال للطفل الهادئ والذي يقضي طول النهار ساكنا أو نائما، إنما في الحقيقة هو طفل متخلف في حقيقة الأمر، ويتطلب الموقف سرعة بديهة وتفطن لعرضه على أخصائي يمكن أن يشير عليه بما يجب فعله. إن التأخر في الكلام أو عدم اللعب مع الأطفال آخرين في نفس العمر، أو القيام بحركات غير مألوفة، أو عدم القدرة على التعبير العاطفي مع الأب والأم، أو الاهتمام بالأشياء دون الناس، كل ذلك يمكن أن يشير إلى فترة مبكرة تخلف عقلي يتعين التدخل السريع لتفادي آثار التي تتراكم بعد ذلك بصورة تؤثر في برامج التنمية والتدريب والتأهيل لهؤلاء الأطفال. فئة أخرى من الأطفال اللي نجم نطلق عليهم الأطفال المنغولينيين، أو كما يطلق عليهم اصطلاحيا الأطفال ذوي زملة داون. ويتسم هؤلاء الأطفال ببعض الخصائص البدنية الواضحة منذ ميلادهم، ومن هذه الخصائص الشعر الناعم غالبا، والعيون المسحوبة التي تشبه عيون الصينيين أو اليابانيين، والأيدي الصغيرة الممتلئة، والأصابع القصيرة التي يحدث أحيانا أن يكون خنصرها مكونا من عقدين أو ثلاثة كالطفل العادي، واللسان الكبير الذي غالبا ما يتدلى من الفم. ومثل هؤلاء الأطفال يكون الغالبية العظمى منهم متخلفين عقليا، ويرجع تخلفهم إلى اضطراب
الكروموزوني في الكرمونات 21، غير أن أغلب هؤلاء الأطفال إذ لم يكن تخلفهم شديد فمن الممكن استمرارهم في التعلم النظامي حتى السنة السادسة الابتدائية تقريبا. إن مشكلة وجود طفل معاق في الأسرة من المشكلات الهامة، والتفكير في الحد من الإعاقة من خلال الاكتشاف المبكر للإعاقة العقلية يعد هدفا جوهريا يسعى إليه كل العاملين في هذا المجال، وكذلك الآباء والأمهات. راديو منزل وزيان FM، راديو المواهب والتراث، راديو الموسيقى والغناء، راديو الكبار والصغار على الذبذبة 103.5 ميجا هرت. تابعونا على رمبي FM. حصتنا اليوم إن شاء الله تكون فادتكم ونالت رضاكم، حاولنا ما نطولوش عليكم ونقدم لكم جملة من النصائح والإرشادات الأولية أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. موضوعنا كان كيفية التعرف على الطفل المعاق والسبل للحماية من هذه الإعاقة. إن شاء الله مستمعينا يكونوا استوعبتوا وفهمتوا هالكلام، ونكونوا قدمنا لكم بعض النصائح والمعلومات المفيدة. اليوم حلقتنا وصلت نهايتها، وما بقى كان باش نشكر كل من منذر وجميل اللي أمنوا هذا البث. ملتقانا إن شاء الله نهار السبت القادم، دمتم في رعاية الله. في قلوبنا رحمة، برنامج اجتماعي يهدف لرصد كل المشاغل واهتمامات أطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة. في قلوبنا رحمة يجيكم شهادات حية من مختلف جمعياتنا ومربينا، مع أمال كل نهار سبت على موجات إذاعة منزل بوزيان FM.